منذ تأسيسها قبل 108 أعوام، لطالما كان اسم بوينغ براقاً في عالم صناعة الطائرات، والآن تمر الشركة الأمريكية العملاقة بمرحلة انتقالية، ربما تكون أبرز محدداتها هو التوسع في صناعة مكونات وأجزاء أساطيل الشركة داخل الإمارات، وهو ما أكده الرئيس الإقليمي لبوينغ في الشرق الأوسط وأفريقيا كولجيت جاتا أورا، إذ أشار في حوار مع العين الإخبارية إلى استثمارات بوينغ لتوطين صناعة الطائرات في الإمارات من خلال شراكات محلية لإنتاج الزعانف الرأسية لطائرة بوينغ 787 والأجزاء المركبة لطرازي طائرات 777 و777X، كما تلقت بوينغ خلال معرض دبي للطيران في نوفمبر 2023 عدداً قياسياً من طلبات الطائرات التجارية، من بينها 90 طائرة جديدة لطيران الإمارات و30 طائرة لفلاي دبي. أكد جاتا أورا كذلك أن شركته تضع في أولوياتها اهتمام دولة الإمارات الكبير بقضايا المناخ، ولذلك في أكتوبر عام 2023 أطلق اتحاد إيركرافت البحثي ومقره دولة الإمارات ليركز على تطوير وإنتاج وتوسيع نطاق تقنيات وقود الطيران المستدام. وفي الصدد نفسه عقدت شراكة مع شركة مصدر الإماراتية لتعزيز سياسات وقود الطيران المستدام في دولة الإمارات وخارجها.